الشيدة وكل الحمايل والقبايل الشيدة وكل الحمايل والقبايل هون الشيدة وكل الحمايل والقبايل الشيدة وكل الحمايل والقبايل الشيدة وكل الحمايل والقبايل الشيدة وكل الحمايل والقبايل هاو تاني ما قالوا حو ما تدار يحن الشيدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وبعد القامات والهامات أبناء عجلون والضيوف الكرام والنشميات الماجدات كيف لا وأنتن المؤنسات الغاليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي بداية أن أخاطب أخواتي الشقيقات شقيقات الرجال الماجدات وأذكرهن بقوله تعالى بالآية القرآنية التي جاءت على لسان امرأة ابنة سيدنا شعيب فقالت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم اعلموا أيها الأحبة أن حزب تقدم إن شاء الله هو القوي الأمين أيها الهقامات والهامات إذا قلنا لماذا حزب تقدم أقول لكم أنا من هو حزب تقدم حزب تقدم هو حزب من رحم الشعب حزب تقدم هو حزب الفقراء والكادحين حزب تقدم هو حزب الفلاحين حزب البداوة والأرياف من جميع الأطياف ومن المخيمات تغازرها ويغازرها أبناء المدن هذا هو حزب تقدم حزب تقدم هو حزب تشاركي كيف لا وقد أول جلسة عقدت لمنتدى السياسات العامة انطلقت من عجلون كيف لا وحزب تقدم شعاره النجمة الموشعة بأعلام علم الأردن بألوان العلم الأردن انطلق ونسقه ابن عجلون وتم اعتماده كشعار لحزب تقدم حزب تقدم تنمية قدرة ديمقراطية وتنمية هذا هو حزب تقدم أنا ابنكم سهير المرتضى قد خضت الانتخابات عام 2016 وحصلت على عدد من الأصوات قرابة 7483 صوت لكنني لم يحالفني الحظ وقد يئست ولم أكن يوما أفكر أن أخوض الانتخابات لكنني من خلال حزب تقدم عندما هذا الحزب الذي يراعي شعور الفقير والجائع والمسكين والفلاح باسم حزب تقدم وباسم أمين حزب تقدم الدكتور سعادة الدكتور خالد البكار نرحب بالقامات العجلونية فقبلك الدكتور خالد
ومن خلال اهل عجلون وضيوف عجلون نرحب بسعادة الدكتور خالد البكار. يا مرحبا بكم بين ظهرانينا سعادة الدكتور، اهلا وسهلا. ايها القامات والهامات والاخوات النجميات، كنت مترشحا عام 2016 ولم يحالفنا الحظ، وقد يئست ان اكون مرة اخرى مترشح. وانا ابنكم الماثل بينكم، مثلي ومثلكم اعيش جوعكم وفقركم وعطشكم. راتبي لحد 10 الشهر كفين الراتب، وبعدها الله اعلم شو بصير فيه. نصفه مرهون للبنك، هذا الواقع. حنا نسولف الواقع، احنا بدنا حنا نخاطب العقول ونقول الروح، ليش احنا نضرب الفكر معين؟ ونحن في عجلون وانا ابن بلدة باعون، وهي من القرى وقرى عجلون من الاشد فقرا، في محافظة عجلون وعجلون من الاشد فقرا كباقي حياتها من المحافظات المملكة. هذا واقع يا عندما كنت أتجول لحملة انتخابية يسألني بعض الأصدقاء، بارك الله فيهم الذين فتحوا لبيوتهم، يا أستاذ سهيل كيف بدنا الوضع المادي؟ أقول لهم والله إذا كنتم كشعب أنت بقول لما الواحد بصير فقير، أنا صرت على البلاطة، بقول لهم والله إني أنا بقيت قاعد على الحديدة وفقدت الحديدة والآن بدور على الحديدة. أبشر أبشر. أيها الأخوة، شاءت الأقدار أن أكون مرشحا لحزب التقدم، وهي الدكتور خالد قلت وأنا لا أملك الملاءه المالية. أنا لكم علي ببنزين سيارتي، هذا اللي بقدر أقدمه لكم، هذا واقع يا أخوان. ليش قلت لكم حزب الفقراء والمساكين؟ نعم حزب الفقراء والمساكين، هذا واقع. بارك الله فيك دكتور خالد. ما أقول حقيقة لكم علي، أقول حزب تقدم لينا وحقوا علينا، حزب تقدم لينا وحقوا علينا. أيها الأخوة، كثيرا ما سمعت الأحزاب تتباهى بأن أمينها العام هو رقم 40 أو 41. اسمعوا لي إذا تكرمتم، الدكتور خالد من أول جلسة حواري قال لن أترشح لبرلمان وأوفى بوعده. والأدهى والأمر، عندما ترشح خالد تكدو أن يكون مرشح مقعد الشباب رقم 5، ولجنة انتخاب في المجلس رشحته المجلس السياسي، فوقف الدكتور خالد وعارض ترشحه. لماذا يا خالد البكار يا أمين حزب تقدم تكسر خاطر ابنك؟ قال إذا كان بده يترشح لرقم 5 فسوف أستقيل من أمانة الحزب حتى أعطي الدور للشباب، لأن هناك شباب لم يستطيعوا ولم يتمكنوا أن يكونوا مترشحين. فبارك الله بك يا دكتور خالد. ولذلك أقول حقيقة برضو عيدها، حزب تقدم لينا وحقوا علينا. بشرك بالسعد. الأحبة، عندما قلت شعار حزب تقدم نجمة موشحة بألوان العلم الأردني، أقولها بصراحة أن حزب تقدم هو حدوده الأردن وفضاء الشعب وللشعب.
وصوماله النظام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. قد يقول لا امتداد لنا لا ماليا ولا امتداد لنا اي امتداد خارجي. حقيقة هذا هو حزب تقدم، وامينه ورئيس مجلسه رئيس مجلس الشباب الدكتور حامد فوز الحموري آتى وآثر إلا أن يكون رقم 40 بهذا الحزب. ورأي معروف أن حزب تقدم إذا ما تطلعنا للقومية فالعروبة دمنا وفلسطين شراييننا وقلبنا. وأكثر أكاد أجزم أن حزب تقدم هو كان أول من تقدم لإخوتنا الفلسطينيين الدعم والمؤازرة والمساهمة في الإغاثة. وأزيد على ذلك أن الدكتور فوزي الحموري قد حقيقة قدم بكامل الأطباء والدعم اللوجستي والعلاجات والإغاثة. هذا هو حزب التقدم يا أخوان، هذا هو حزب التقدم. أيها الحضور الكرام، حقيقة لنا احنا برنامج كحزب، لكنني انا كمرشح وان لم يحالفني الحظ في الحزب ساكون ايضا حقيقة ملهما لهم بالتشريع ومطالب بالخدمات لعجلون. بس يا اخوان حبايبنا بدنا احنا نرفع الاصوات للحزب حتى يوما ما نحاجج الحزب بالخدمات ونساهم ايضا في التشريعات. حقيقة سأتفرد ببيان انتخابي. أولا، وبما أنني معلم وتربوي ونقابي سابق، سنقوم حقيقة العمل على تجويد الغرفة الصفية والبيئة التعليمية وإعادة فتح نقابة المعلمين الذي أنشئت من أجله، والعمل بإذن الله على تحسين رواتب المعلمين والموظفين وزيادة رواتب قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية. ثانيا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 دينار. ثالثا، وبما أن منطقة عجمحة وتعجلون هي منطقة سياحية وزراعية والدكتور خالد يسمع، نحن في برنامجنا الحزبي لدينا روافع فيما يخص المشاريع الصغيرة والمشاريع البيتية والمشاريع المتوسطة، وهذا هو تقريبا واقعنا في محافظة عجلون. وإن شاء الله إن قدر لنا أن نجلب هناك بعض الاستثمارات لتقليل من البطالة وأيضا تشجيع للقوة الشرائية للناس، حبذا لو كان ذلك إن شاء الله. أيضا رفع المعونات للمستفيدين والمنتفعين من التنمية الاجتماعية، بل ورد التأمين الصحي الشامل الذي يحفظ بالإدراج منذ عشرات السنين وإخراجه للواقع. كيف لا، ويحظى حزب تقدم للشباب ولهم فرصة كبيرة لدينا في حزب تقدم، ألا وهي تبني المبادرات الشبابية في مختلف المجالات والأنشطة وتجويدها وبلورتها إلى حيز الوجود إن شاء الله. فأي شب إن شاء الله أنت لديه مبادرات فنحن إن شاء الله. فأقول يا أهل البلد، يا أهل عجلون، يا أهلنا في الأردن، يا أهل البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.